هذه هي أحوال الحياة، لا يدوم وإن طال مع حبيب وصال. الحظ منه مثل الحظ من الحلم في المنام، يتلاشى عند الاستيقاظ. وفي ذات المعنى أنشد ابن تمام يقول: أعوام وصل كان ينسي طولها، ذكر النوى فكأنها أيام. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. البيت آنف الذكر عن النصيب لشاعر آخر من العصر العباسي، ولعله أشعرهم وأشهرهم على مر العصور. إنه فارس الكلمة أبو الطيب المتنبي، وأغلب شعره كما نعلم في الفخر والمدحيات. فما قولكم إذا عرفتم أن الكلمات التي ظاهرها غزل لم تكن في المدح حتى، بل كانت في مناسبة حزن وعزاء؟ نظم المتنبي قصيدا بليغا في رثاء والدة سيف الدولة، وقد ورده خبر وفاتها في أنطاكيا عام 337 من الهجرة. يسترسل الشاعر في الرثاء فيبدع في مزج المديح بالبكاء، يصف جنازة الفقيدة معددا محاسنها وأفضالها، فهي رفيعة القدر عالية المقام. ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وإذا كان هذا قول المتنبي في أم صاحبه سيف الدولة، فلا بد أن يقول في تعزيته مادحا كعادته أبلغ الكلام: أسيف الدولة استنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك للجبال؟ فأنت تعلم الناس التعزي وخوض الموت في الحرب السجال. رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي.